هسأل حضرتك سؤال خارج السياق شوية بس لازم أعرفه، العلاقة ما بين كورتيفا وما بين شركة طيبة، وهي إحدى الشركات اللي حضرتك يعني بتنتمي ليها. كورتيفا الحقيقة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج البذور عالمياً. وإنتاج المبيدات، فكورتيفا من الشركات اللي بتصرف مليارات على موضوع البحث العلمي، عشان كده الحقيقة يعني يمكن طيبة أحد الشركات التابعة لمجموعتنا كانت حريصة جدا أنها تعمل هذا التعاون، ويمكن النهاردة الشركتين مع بعض بيقدموا يعني مادة فعالة جديدة لمقاومة حشائش الأرز. مجرد ما انتهى تسجيل هذا المبيد في مصر كانت طيبة حريصة أن المبيد ده يكون موجود في البورتفوليو بتاعها لدعم العملية الزراعية، وخصوصا ان الحشائش برضو قد تؤثر في انتاجية الفدان بنسبة من 20-30%. الا يمكن مخاطبة وزارة الري لعودة المساحة الى 1,000,000 فدان حتى؟ لا انا عايز اقول لحضرتك، لا مساحة الارز المصرح بها السنة دي تقريبا 1,070,000 فدان تحددت وفي قرار صدر، لان مساحات الرز بتتحدد بناء على قرار بيصدر بالتعاون ما بين وزير الزراعة ووزير الري.